أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق القليلة حتى نحاول أن نعطي ملخص عن موضوع حب النبي صلى الله عليه وسلم. كنا تطرقنا في التسجيل السابق يعني إلى موضوع حب الله سبحانه وتعالى، ولعلمكم إخواني أخواتي يعني تطرقنا إلى هذه المواضيع باختصار شديد فقط نظرا لضيق الوقت. حب النبي صلى الله عليه وسلم هو تابع لحب الله سبحانه وتعالى، بل هو من دلائل حب الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني يوصي النبي عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد، قل لأمتك، إن كنتم تحبون الله فعلا فاتبعوني، اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكنا استشهدنا في الحديث السابق كذلك عن قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اكتفينا بالشطر الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن يقدم حب الله سبحانه وتعالى ثم حب النبي صلى الله عليه وسلم على حب كل شيء، على حب كل مخلوق على وجه هذه على وجه هذه الأرض. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك عدة أحاديث، عدة أدلة توجب على المرء حب النبي صلى الله عليه وسلم. منها نذكر فقط على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يكتمل إيمان أحدكم حتى يعني يحقق، حتى يكون يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لوالده أي لأبيه، وولده أي لأولاده، والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. حديث آخر رواه البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، يعني كان حكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حكم النبي صلى الله عليه وسلم من يده. فقال عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: راني نحب أكثر من كل شيء غير النفس تاعي برك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. أي أن يعني أن أي أن إيمانك لن يكتمل حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنه الآن والله أقسم لأنت أحب إلي من نفسي، لأنت أحب إلي من نفسي، يعني أنا نحبك أكثر من اللي نحب روحي أنا يا. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن اكتمل إيمانك يا عمر. قال ابن حجر رضي الله عنه: أي الآن عرفت فنطقت بما يجب، الآن نطقت بما يجب. إذن الأحاديث الواردة في وجوب وفي فضل حب النبي عليه الصلاة والسلام هي كثيرة جدا. وحتى نحب النبي عليه الصلاة والسلام، حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس ادعاء، حتى تحب إنسان يجب أن تعرفه وتتعرف عليه.
يعني الإنسان باش يحب واحد لازم يعرفه. إذن حتى نحب النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نعرف النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن نتدارس سيرته وسنته وأقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. يعني من كان بالنبي عليه الصلاة والسلام أعرف كان أشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام عن علم وعن بصيرة، ليس كمن يقول أحبه حتى وهو لا يعرفه أو يتبع اقتداء بكل من هب ودب. إذن ومن دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم نصرته في حياته أو نصرة سنته بعد موته. الإنسان ينتصر للسنة، يقدم السنة النبي عليه الصلاة والسلام، امتثال أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وإيانا وإيانا جميعا إخواني الاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو الإنسان يعني يأخذ هذه السنة على أنها كما نقول إحنا بالمعنى العامي خضرة فوق الطعام، إلى درها مليحة إلى ما درهاش لا شيء عليه. لا، الإنسان الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام فعلا عليه أن يلتزم بسنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن يمتثل أمره، وأن لا يرضى بالإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أي كان كائنا من كان، وأن يكثر من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وأسوتنا ورسولنا عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.